اخوان اصدقاء، مرحبا بكم الخوت في الكانتي ديال يوم الغد، يوم الاثنين على لاكروا دي لاروش. كاينه واحد لا ديستونس اللي هي قصيره 1100 كلاس 3 بريمير بروف هانديكاب دي بي سي ريفيرونس 30 غازون كورد اغوش. ماشي لا لين دروا هادي، كاينه في هاد الدوره يعني كورد اغوش 1100 بريمير بروف لا ديستونس الوقت مع 5.5. الخيول اللي عندنا كاين خيول اجنبيه، كاين خيول فرنسيه، وكاين خيول كبيره، وكاين خيول باقا صغيره. كاين لي 4 لي 5 لي 6 حتى الخيول اللي عندها 9 سنوات. الخيول اللي عندها 9 سنوات هو البيلكانتو رقم 8، وكاين عاود عنده 8 سنين ديكاس الواحد عاطينو 66. الواحد ريغيلي في البروغرام غادي توقع غادي فوق 30، تنظن ب 38 وعاطينو 66. عاود الماني، خيول المانيه كتكون قويه جدا في لاكروازي لاروش، ما كتخسرش. الاعاقه اللي عند هذا الواحد هو البوا والوزن اللي عاطينو لا فالور ديال 37.5. كاين واحد الفرق كبير ما بينه وما بين الجوج، يعني عنده واحد لافالور ديال 37.5 اضعف لافالور هي 24 عند لو سي لو 15، هو عاطينو 37.5. البيناليزاسيون عند الكنز عند التروا وعند الكاز وعند الساك 10 والناف والدوز والقط. الكنز هو اللي زايدين ليه على ود اخر تنظم اخر هونديكاب ديالو، كان تنظم غيكون رابحة في اخر هونديكاب، اخر هونديكاب في مونز عندو غانيو في الهونديكاب. على كل حال عودي للريكلامي بالنسبة للو ان الرقم واحد، عاود ديال الكرون بري اللي دير هاد الكاتيجوري هادي، ركب عليه هاد الصراع كيما كتشوفو. هو عاود ديال الكرون بري في البدايات ديالو عندو 400000 و 155، عاود جاري في هامبورغ كولون، جاري فرنسا، جاري في الألمان، تيبقى من الخيول اللي تقدر تربح وخا عند هاد البوادة، راه ممكن تربح، ممكن متبقاش المشكل في هاد الكاتيجوري هادي. عاطينو 66 كيلو، والصحافة ديال الجينيكورس عاطياه كعود ساتيا، وهاد العود كتشكرو هي بزاف انه غادي يقلب على بلاصة، غادي يقلب على بلاصة. عود ألماني، عود عنده كارير ديالو زوين. المشكل عنده في الوزن ديالو، الوزن ديالو. الشمس برازيليرو جوج هو الفافوري ديال غدا، دو تروا كوتساناكوس، دو تروا نورمالمون يقدر يبان فيهم واحد، يدو يا تروا. تروا اخر كورسا كان في التيران، اخر كورسا ديالو في التيران، ولكن كونديسيون جريها كونديسيون. دابا غدا الهونديكاب، مي الهونديكاب ديالو في لاكروازي لاروش هو هذا في 2020 هونديكاب 6 في 16000 اورو ريكلامي 9 6 في الهونديكاب، يعني الهونديكاب في لاكروازي لاروش ما كيبانش، وانما راه تبقى كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. هنا كنربحهم ب 57 كيلو، مشى ب 6، كنتغلب على اتيمنتريل وبليكور ورويال ديبلوما. نورمالمون خوتي واحد في هادوك، واحد
فهادوك هي الدو هي الثروة. إلا جا الدو خصو يموت الثروة، ولا مات الثروة يموت الدو، إلا جا الثروة يموت الدو. يعني دو الثروة خص يجي فيهم شي واحد. في حالة ما إلا جا الدو عنده 60 كيلو، خاص يجي عاود عنده 61 كيلو من غير رقم 3. واش الكات واش لو سانك؟ الخمسة مشى معاه. تنظن غتبقى نوبة ديال الكات كاين تيش وولدز، عاود تا هو غادي فافوري. لو كات عندو لاكان ديالو في التيران، في لاكرواتي لاروش، التيران اللورد كما كتشوفوا، ولكن مشى ب54 كيلو. ريفيرونس 30 نفس الحالة. غليكور كندير دوزيام، فلامينغ هيرت كندير ويتيام. تنظن أن اللي دار دوزيام هو لوسيس، لوسيس كان مشى ب54. المهم حنا غادي ناخدو داك الكات. في حالة ما لا ما لعبتوش الطروات لعبو الكات، تو والآ والويت بالكانتو. تظن ان الويت باس ديال الكورسا. سيس كندير معاهم كاتريام. نعاود لي عندو كاترو هو الرقم 9 خيول ديال فابريس فيرمايلن، عاود اوتسايدر. تينوريو ممكن نعولو حتى لهاد العاود رقم 10، رقم 10 ممكن نعولو عليه في حالة ما كان التيران شوية تقيل، ويجيو الخيول الكبيرة في العمر او في اللاج. رقم 10 هنا فين كاين الخوت، وغيبقى لينا واحد العود ما بين الدوز او الطريز، وربما يجيو بجوج في الكانتي سفول ورويال ديبلوما. غادي نرشحو بجوج هما هاد الخيول يطلعو مع هادوك لي نيميرو اللي عندي. يعني غناخد الديس والدوز، الديس والدوز والطريز، الديس والدوز والطريز والويت. لويت لو ديس لو دوز لو تريز. نورمالمون دوز تريز يقدر يبان فيهم شي واحد، غادي يمشيو شوية طالعين في الكوت، مي غادي ضروري يقدر يبلاصي فيهم شي واحد. خدينا هاد ربعة ديال الخيول، الويت والديس والدوز والتريز، وهبطنا عند عند الآ وعند الدو وعند الكات. آ والدو والكات. فحالة ما لما عندكمش اخوتي اللي عنده الطروة ميلعبش الدو والكات، اللي لعب الطروة ميلعبش الدو والكات، غتولي عنده القضية سهلة، ويقدر يزيد حتى لو كاتورز. لو كاتورز يقدر، بما انه هما ما غيجيبوش هاد لالين كاملة، ما غيجيبوش هاد لالين كاملة ديال لاكروازي لاروش، كان دار تروازيام هاد لالين غيبينوها. هادي كان جا فيها كوت ساناكوس تروا دوزيام، و هداك العاود كان دار تروا كاتريام. هاد الكورتا ما غيجيبوهاش كامل، كما كنشوفو ان التروا كان مشى ب56 كيلو، ودابا عطاو 60 كيلو بزاف هاد العاود. ولكن كل شيء ممكن. غادي نقصي عاود، غادي نقصي عاود، غادي نقدر نقصي رقم 3 لانه طلع في الكوت بزاف في البوا. غادي ناخد الاه والدوه والكات والويت والديس دوز تريز كاتورز. لاباز ديالنا خوتي غناخدو الويت والديس، دا هو لاباز، ويت والديس والدو، قاعدة ديالنا دو ويت ديس، دا هو لاباز. تيبقى عاود اكس عاود اكس عاود اكس، متخلاوش على الرقم واحد لو ان، فيت اتونسيون منو. هادشي خوتي اللي كاين، ومع السلامة.